كراكم ديري لاباس عليكم اموركم مزيانه نتمنى من الله تكونوا بصحه وعافيه ان شاء الله. خوتي خواتاتي اليوم غادي نقدم لكم لابيش اولا لا جينواز رولي بالكريمه ونتمنى تعجبكم هذه الحليوه هذه ديال راس السنه وطبقوها لوليداتكم وتجربوها. وبالنسبه للمبتدئات غادي تابعوني اليوم غادي نقدم لهم مراحل جد مهمه اللي غادي تسهل لهم لا جينواز ان شاء الله ويبقاو يديروها كاع البنات في الديور ديالهم كيف ما كتشوفوا بتزيين بسيط ما فيش شي مكونات كثيره. تابعوني باش تشوفوا هاد المراحل هذه كلها ان شاء الله بحول الله غادي يعجبكم الحال. وما تنساوش البنات ابوناو معايا وكتبوا لي في الكومونتير ردوا عليا على هاد لابوش ديال راس السنه ومخليكم مع طريقه التحضير وتابعوني الى النهايه ان شاء الله بحول الله. البنات غادي نخدموا لا جينواز. عندنا المقادير ديال لا جينواز كاينه كاس ما عامرش ديال الطحين ما يعادل 90 غرام ديال الفرص ديال الطحين وعندنا نص ربع كاس ديال النشا ما يعادل 30 غرام ديال النشا وعندنا نص كاس ديال السكر حبيبات او سنيده 60 غرام ديال السكر وواحد الصاشيه ديال الفاني. ندير التنسيم اللي بغى يدير القشور ديال الحامض كل واحد وكيفاش كينسم لا جينواز ديالو وواحد قبيصه ديال الملحه. دابا غادي نشرعوا في العمل. بالنسبه لا جينواز اليوم غادي نخدمها ليكم على البخار ديال 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 الماء باش يطلع لينا دغيا السر ديال لا جينواز باش كتنجح ليكم خاصها ترب مزيان تعطيوها حقها ديال التطراب حتى يطلع ليكم لا جينواز باش تنجح ليكم لا جينواز وتجيكم فتيه وما قاصحاش. غادي تبعوا المراحل ديالي وغادي تنجح ليكم. بالنسبه للمبتدئات اليوم غادي نوري المبتدئات اللي ما عمرهم خدموا لا جينواز غادي تخدموها اليوم معايا وغادي تنجح ليكم ان شاء الله بحول الله. انا عندي الماء سخون ها هو غليته كيف ما كتشوفوا ها هو غليته غادي نطرب عليه دابا البيض هذا هكا وغادي نطرب عليه البيض ان شاء الله. غادي نزيد عليه نص كاس ديال السكر ونبدا نخدم. تبعوا معايا غير هاد المراحل هذه وغادي ينجح لكم. كل ما كان اللي ما بغاش يدير بحال هاد الطريقه هذه يدير ثمن جوج معالق ديال الماء سخون في هاد سميتو في هاد البيض باش يطلع ليكم البيض دغيا وينجح ليكم ويطلع مزيان وينجح ليكم في هاد الكيكه مشعره ديال لا جينواز. ما كتشوفوا البنات كيفاش طلع ليا البيض مع السكر شي الماء سخون. ها انتما كتشوفوا الماء سخون هو حتى يتبعكم هكا من تعرفوه راه نجح ليكم حتى يتبعكم هكا ديروا هكا يتبعكم على هكا غتعرفوه راه نجح ليكم هاد لا مورانغ ديال البيض باش غادي تجيكم لا جينوازه معتبره. تبعوني وغادي ينجح ليكم هاد لا جينواز. بالنسبه للمبتدئات اليوم غادي نوريهم كيفاش يديروا لا جينوازه يخدموها ويستعملوها
فهاد الحليوه ان شاء الله اللي غادي نقدمها لكم بالنسبه ديال الرسانه طلبوها مني العديد ديال المتتبعين ديالي. انا ما كنديرش الحلوه ديال راس العام ولكن يطلبوها لي البنات وبغيت نقدمها لكم ان شاء الله. غادي تشوفوا الطرق ديالها، هانتوما كتشوفوا الماء سخون، طلعته على الماء سخون باش ينجح لكم ان شاء الله هاد سميتو. دابا غادي نخليوه وغادي نغربلو بعدا هادو، عاد نضيفهم عليها ونكملوا تتمه ديال هاد المراحل هادي ان شاء الله بحول الله. غادي نشطو دابا الطحين نغربلوه ومع هاد النشا. بغيت ديرو قبيصه ديال الخميره، قبيصه واحد شويه ديال الخميره، اللي باغا ما يديرهاش ما غاديش نكثر، غير واحد شويه، الراس ديال المعلقه صغيره ماشي بزاف. هنا نوريكم القياس تشوفوا راس ديال معلقه صغيره، اللي بغى ما يديرهاش. نشطو هذا ان شاء الله غادي تعجبكم الحلوه اليوم ديال لابوش لابيش او رولي ديال مناسبه راس السنه. دابا غادي نبداو نطلعوا الطحين نهبطو ونطلعوا بلا ما نهبطو هاد بحال هكا، حاولوا ما تنزلوهاش تخليوها هكا تبقى منفوخه، الا نزلتوها راه غادي تخسر لكم. عطوها المهل وعطوها الخاطر وغادي تنجح لكم هاد الحليوه اليوم ديال شويه بشويه حتى تكملوا. وحاولوا تنزلوا تقلبوا هكا بلا ما تنزلوا الخليط ويهبط لكم ما يبقاش اسفنجي، وجروا من القاع باش ما يبقاش لكم طحين في القاع ان شاء الله. نستمروا هكا دابا غادي نديروها على اللاطا ناخذوا هاد بحال هاد اللاطا هادي، اللي عنده لاطا اكبر من هادي ماشي مشكل على حسب الفران اللي عنده. درت لها الكاغيط ديال الطبخ، غتشدوه بالعجينه شويه من العجينه اولا ديروا له شويه ديال الزبده باش يطرص عليكم ما يبقى لكم حتى كيلعب بحال الطريقه هذه. وغادي نكبوا هذا الخليط هذا وتحاولوا ما تحركوه ما حتى شي حاجه، حاولوا تخليوه هكا طبيعي، تسرحوا بالقاعده باش ما يا شويه هذه شويه كتجي خسر خاطر هاد لاجينواز. سرحوا بالخاطر بحال هكا، سرحوا بالخاطر غير بشويه باش تجيكم قاده. وما يتفسدش ليكم غير بالخاطر حتى تكملوا. ادخلوها للفران، الفران يكون مسخن على 180 درجه، ومني تجيو تدخلوها تنقصوا منه باش ما تحرقش ليكم. هي ما كتبغيش العافيه بزاف، جهد العافيه ما كتبغيش بزاف، دغيا كطيب. ما تخبطوش سميتو، ما تخبطوش هادي اللاطا ما تخبطوهاش هكا، لا خلوها هكا. هادشي اللي هذا سميتو الفوقعات اللي فيها خصهم يبقاو فيها، ما تنزلوهمش يتفسد ليكم. دابا غادي ندخلوها للفران ومن بعد نتلاقاو ونشوفوا التتمه ديال الحلوه ان شاء الله بحول الله. طولت لينا لاجينوازا كيف ما كتشوفوا،
ما محمراش بزاف، تخليوها هكا باش ما تجيكمش قاصحه ملي تكونوا كترويوها، ما تجيكمش قاصحه. دابا غادي نقلبها، غادي نطويها قبل ما تبرد. غادي ديروا شي ورق بحال هذا، حاولوا توزعوا فيه السكر ثقيل او لا بحال هكا باش ما يلصق لكمش. بهذه الطريقه هذه غادي نشدوها وغادي نقلبوها ان شاء الله. هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، هانتوما ما محمراش بزاف، ما تقصرش ليكم ملي تكونوا كترويوها. هي بالمهل نقلبوها على هذا الشكل هذا، باش نقلبوها على الوجه ديالها. نحاولوا نحيدوا منها هذا السكر هذا اللي درناه، ورولوها دغيا باش ما تبردش لينا، باش ما تجيش حلوه بزاف. هذا غادي نزيدوها على هذا الشكل هذا، هنا هكا هي سخونه، الرولي هي سخونه بحال هكا. نضغطو عليها على هذا الشكل هذا، بعد ما خليناها بردات غادي نطلقوها دابا باش نديرو لها لاكريم. نحاولو منكسروهاش باش تبقى لنا في الفورمة ديالها كيف ما كتشوفو. غادي دابا نديرو لها لاكريم، بسم الله. بالنسبة للتزيين كل واحد كيف ما بغا يزين لابيش ديالو، داكشي كيرجع لكل واحد شنو عنده، شنو كيفاش الكريمه يديرها بيضاء او لا التزيين ديالها من داخل كيفاش يدير لها الفينيسيون، وتزيين كل واحد كيفاش يبتكر. انا اليوم غادي ندير لكم اسهل الطرق اللي غادي يمكن لكم تجربوها وديروها في ديوركم، تطلع غزاله وبلا راس العام كديروها في اي مناسبه هكا، اي مناسبه كتجيكم زوينه. غادي نستمروا على هاد سميتو، نقادوها غادي ناخذوا هاد الحبيبات هادو غادي نرشوهم عليها. اللي بغى ما يديرش يدير حاجه اخرى، اما يدير الاناناس مقطع، اما اليوم انا غادي نخدم لكم عيب هادو اللي هكا اسهل الحاجات. هادو كيتباعوا اي مغازه اللي كيتباعوا فيهم هذا الشيء ديال الحلويات، كيعجبوهم الدراري هاد الحبيبات ديال الشوكولا. نتمنى تعجبكم هاد لابوش اليوم وتجربوها في ديوركم. بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم داروها، راه اسهل طريقه هذه. دابا غادي نروليوها
نوليو وندورو، نحاولو من منضغطوش عليها باش ما تكسرش لينا كيفما كتشوفو. ندير لها شويه السيرو، السيرو كيرجع اختياري، بغيتو ديروه بغيتو ما ديروهش، حتى هو كيعطي شويه المذاق وكيرطب، يزيد يرطبها ليكم. بغيتو ما ديروهش ما تديروهش. تكتروش بزاف باش ما تهرس ليكمش، هو اللي كيهم هو في الطياب، الطياب ما تعطيوهاش العافيه بزاف من تحت باش ما تقصحش ليكم وكتسهل. انا دابا انا ما مطيبهاش بزاف، كتجيني ساهله في يدي بالنسبه للاستعمال، كتجيني ساهله في اليد ديالي، ما كنلقاش فيها صعوبه بزاف. غتستمروا على هذا وتوليو تردوا هذا الثلاجه، بغيتو تخليوها تبات، بغيتو تخليوها تبات خليوها تبات حتى للغدا وتديروا لها الفينيسيو ديالها. بغيتو تستعملوها تخليوها واحد جوج سوايع ولا ثلاثه السوايع. غادي نخليها انا لها بهذا الشكل هذا ونخليوها ونكملوا تتم ديال التزيين ديالها ان شاء الله بحول الله. دابا غادي ندوزو لاموس اللي غادي نديرو. عندنا هنا كريم شونسي خبرة، هاد النوع هذا كريم شونسي مع هاد الكريم لاموس شوكولا، غادي نطربوه مع بعضياتهم، كيجي رائع هاد لاموس هذا. انا اليوم تعمدت انني نخدم بهادو باش نوري المبتدئات يعني طرق بشوية ساهلين، ما فيهمش مكونات شويه غاليه، هادو رخاصين شويه بالنسبه للمبتدئات يعني اللي بغاو يتعلموها كيديروا حليوه في الدار ديال راس السنه، تكون عليهم رخيصه. وحتى بالنسبه للكريم السائله حتى هي مزيانه. اليوم غادي نخدمها غير بهادي ان شاء الله، غادي نوريكم حتى هذه كتجي فيها زوينه كريمتها زوينة، مفيهاش الدهنيات بزاف. عندنا هاد جوج صاشيات مع الحليب، هانا عندي في الثلاجة، عندنا جوج كيسان ديال الحليب يكون مقلاصي بارد، ما يكونش متلج، يكون واحد حقو في جوج كيسان ديال العنبة، أولا نص سيترو كتحيدو منو نص كاس. دابا غادي نطلعو هاد الكريم هادي إن شاء الله. بسم الله نبداو منجهدوش، من بعد غادي نطلعو بسرعة مرتفعة إن شاء الله. كتشوفوا دغيا كطلع هاد لاموس هادي، دغيا كطلع كتجي رائعه، كتجي هانتوما كيف ما كتشوفوا. ها رجعنا لكم البنات بعد ما باتت، انا خليتها حتى باتت. دابا غادي نبداو في الفينيسيون ان شاء الله، نحيدوا لها هاد الكاغيط. Thank you.
نبداو نديرو لها لاكريم، نغطيوها بلاكريم كامل، نعطيوها لاكريم مزيان. كتجي رائعة، كتجي هادي وساهلة البنات في التحضير، ساهلة ما كتطلبش المكونات بزاف. نكملوا هاد كنسرحوها مزيان هاد الكريمة حتى كنقادوها تقادد من الجوانب ومن كلشي مزيان. كيبقى اختياري لكل وحده كيفاش بغات تزين هاد لاجينواز رولي، كل وحده كيفاش بغات تزينها. انا غادي نديرها لكم بالشكل ديالي انا، وانتوما ديروا الاقتراح اللي بغيتو نتوما. عندنا هاد الاداه هادي اللي عنده مشطه هكا نقيه يشريها جديده يخليها خاص للحلوه ولا شي حاجه، ولا يشري كاينه واحد سميتو كتباع ديال عند المكازات ديال الحلويات دايرها على الشكل هذا المشطه هادي. انا هادي مخصها لهاد الشكيلات بحال هكا، كتشرطوها كتبداو كتشرطوها بحال هكا كتجي مشرطه. بغيتو تخليوها طبيعيه اللي عجبكم، شوفوا نتوما الشكل اللي بغيتو نتوما. كتشرطوها هكا كتمشيو معها حتى كتكملوها بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو نكملو التزيين ديالها، نحطوها في الاناء ديال التقديم ونكملو التزيين ديالها ان شاء الله. رجعنا لكم البنات، ها نتوما كتشوفوا انا قادتها حطيتها في التبصيل ديال التقديم. دابا عندنا هنايا الفينيسيو، الفينيسيو البنات كل وحده كيفاش بغات تزوق الحليوه ديالها، كل وحده كيفاش بغات دير ليها، بغات تكمل بلا كريم ودير على شكل وريدات غادين هنايا وتزينهم بشي حاجه اللي بغات، كل وحده كيفاش تفنن. انا اليوم غادي نوريكم الطريقه ديالي اللي كندير في الحلوات ديال راس السنه. عندي هنايا السكر حبيبات، السكر حبيبات راه كيتباع في المكازات ديال الحلويات، السكر هو يغليض على شكل ثلج، كيجي على شكل ثلج غليظ شويه. وعندنا هنايا هاد الشوكولا حبيبات بحال الشكل اللي درت فيها من داخل هو في البيض هذا كيف ما كتشوفوه، كيجي على شكل الثلوج حتى هو اولا ديك اللي كيكون في الشجر ديال الثلج. وعندنا هنا هاد الشكيلات هادو، عندنا هادو صاوبتهم على شكل لي كادو ديال نوال، غير بونجات تما مقطعين ومغلفاهم بالثوب دايرهم على شكل لي كادو. هادو منتيفات كيتباعوا عند مول الحلويات ديال نوال في الشكيلات هكا، هما ناعس فنجالس مهم شكيلات هذا كبير. وعندنا هنايا ازير البنات، ازير اللي كنطيبوا به ها هو دهنته بالناباج، غسلته مزيان ودهنته بالناباج ورشيت عليه هاد السكر حبيبات، كيجي على هاد الشكل هذا بحال الثلوج. هما هاد الشيء هما اللي غادي نزين بهم الحلوه ديالي انا اليوم، وانتم كيف ما بغيتوا تزينوا الحلوه ديالكم بغيتوا ديروا بحالي، راه مسائل بسيطه. هادو كلهم متوفرين عند مول المكازات اللي كي مول الحلويات اللي كيبيع هاد الشيء ديال الحلويات متاجر هاد الشيء ديال التزيين ديال الحلويات ديال راس السنه كلهم متوفرين عند المحلات التجاريه. دابا غادي نشرعوا في العمل، غادي نديروا على شكل هكا الثلوج ونزوقوا كيف ما بغينا، نرشوا عليها هكا بحال هاد الشكل هذا كتسمى جلع ديال الشجره وفيه ثلوج. غادي نديرو هاد الشجيره هادي، هاد الشجره ديال كتسمى شجره ديال النوال بحال هكا، كنرشو عليها هاد الشيء هذا بحال هكا مدهونه بالناباج قلنا هذا ازير ما تخافوش منه، هذا شبه ديال الطياب. وغادي نغرسوها هنا
كيف ما كتشوفوا بحال هكا. غادي نديرو بحال هكا عرفان شويه ديال السكر حبيبات. تزيين كيبقى اختياري البنات، اختياري البنات. كل وحده كيفاش تفنن في التزيين ديالها. غنحطوا هاد لي كادو بحال هكا بحال هكا. هاد الموتيفات هادو كتديرهم على شكل عشوائي مشتين بحال هاد الطريقه هادي. غادي نكملوا التزيين ونرجعوا نتلاقاو ونوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله بحول الله. عليكم البنات كيف ما كتشوفوا هلا بش وجدات. درت لها التزيين هذا، اتمنى يعجبكم هاد التزيين هذا. درنا هاد الشجر ديال الوريقات ديال الازير ورشيت عليهم شويه ديال السكر حبيبات من بعد ما دهنتهم بالنباج. درت هاد المنتفات ديال لي كادو، وهادو النوال على شكل عشوائي، والفينيسيو كيبقى يتعلق بكل وحده كيفاش تفنن في الفينيسيو ديالها. بالنسبه لهنايا في هاد الحواشي هادو درت الشوكولاط اللي من بعد ما ذوبته ودوزته في واحد الورق كويسو وخليته تايبس وكسرته ودوزته مع الحواشي وزينا هنا بالحبيبات سكر حبيبات. نتمنى يعجبكم هاد الفينيسيو هذا وينال الاعجاب ديالكم وطبقوه في ديوركم، راها لابوش ساهله مهله. واليوم البنات راني حاولت ما امكن نفسر لكم كيفاش الطريقه ديالها كيفاش كتصاوب بالنسبه للمبتدئات، ونتمنى تعجبكم هاد الحلوه اليوم وتجربوها في ديوركم ووليداتكم مع هاد المناسبه ديال راس السنه. فعاود ما تشريوها طبقوها في ديوركم وفي متناول لجميع المكونات اللي فيها. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وينال الاعجاب ديالكم وقبلوا عليا، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.